السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الحلقة الثالثة لمدونة عالم الأندرويد 2015. في هذه الحلقة أحضرت لكم تطبيق يمنحكم صلاحية الروت لهاتفكم. لقد شاهدت عدة فيديوهات على اليوتيوب كيفية عمل الروت ولقد ارتأيت أن عدة مدونين قد أهملوا هذا التطبيق الرائع ألا وهو كينج إيزي. هذا التطبيق يسمح لكم بأخذ صلاحيات الروت واختيار التطبيقات الذين تريدون إعطاؤهم الروت. يبدو أن الفكرة ليست واضحة، سنبدأ في الشرح كي تتضح الفكرة. كل ما عليكم فعله هو تحميل التطبيق كينج أوز، سأضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو في الديسكريبشن لمن أراد تحميله. عند التحميل تدخلون إلى التطبيق، كما ترون هذه هي واجهة التطبيق لعمل روت للهاتف. تدخلون إلى روت أوتوريزاسيون، فتظهر لكم عليكم أن تكونوا قد قمتم بتنزيل تطبيقات لا تحتاج إلى روت، عفوا تحتاج إلى الروت، تدخلونه وتدخلون لدى التطبيق. كل التطبيقات التي تريد روت يمنح لك صلاحية أن تعطيها، مثلا سكيخ برو الذي أستعمله أنا الآن في تصوير الشاشة. عند الدخول أختار هل ألو أعطيه صلاحية روت دوني، لا أعطيه صلاحية روت برومبت. سأرى يمكن أن أعطيه نسبة معينة قد تكون قليلة. عندما تريدون إعطاء صلاحيات الروت لأي تطبيق تضغطون على Allow هنا فتمنح له صلاحية الروت، وبذلك يصبح التطبيق شغال بصلاحية الروت. هذا كل ما في التطبيق إن Install Tool. إن أردتم أن تقوموا بمثل أي شيء رغم كونه ضمن سيستم الهاتف يمكنكم مسحه بالذهاب إلى سيستم واختيار أي تطبيق. مثلا أنا لا أريد مسح أي تطبيق، سأوريكم كيف. تضغطون عليه وتضغطون على إن ينستعل فيقوم بمسح التطبيق كليا رغم أنه ينتمي إلى سيستم الهاتف. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. لكل من أعجبه الدرس المرجو وضع جيم لايك للفيديو وسبوند للمدونة ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم زهير، وإلى اللقاء إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.